الجزائر العاصمة. ادعي لي نكمل 58 مرحلة. احنا كدراجين نحب الطرق المتعرجة والطرق الملتوية، فكان طريق رائع جدا يطل على بحيرة او احتياطي للماء. هدفي الاول هي ترويج لسياحة المغامرة والتي تزخر بها الجزائر، ولا سيما الهضاب العليا، لان الهضاب هي تجمع ما بين الشمال وهي والجبال والوديان، وتجمع ما بين من الصحراء، فهي بوابة الصحراء وبوابة الشمال، ففيها القصور وفيها ان حبيت الصحاري فالصحاري موجوده، وان حبيت الجبال فالجبال موجوده، وان حبيت الوديان ومجاري المياه وجداول المياه فهي موجوده، فهي تشمل كل شيء وتختصر كل شيء من كوكب الجزائر.